معكم عزوز منقي واسعد الله مساءكم بكل خير. فيديو جديد يوم السبت 10 سبتمبر. قبل ما اتكلم باي حاجه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس، واللي مش بيتفاعل في القناه اتفاعل، واللي مش عامل لايكات اعملوه لايكات. في نظام يعني في ناس يقول لك مثلا عزوز او كابتن عزوز احنا مش عارفين نخس، احنا مش عارفين جسمنا بايظ، عملنا وسوينا ومش عارف ايه، مش عارفين نخس. ففي نظام غذائي تمشي عليه، لو مشيت عليه حرفيا 100% والله لا تخس. رقم واحد ابتعد عن السكريات، رقم اثنين ابتعد عن الاملاح والنشويات، ابتعد عن العيش، ونشرب ميه كتير. وتاني حاجه ولا ثالث حاجه ورابع حاجه نعمل رياضه. رياضه مهمه جدا جدا، كل ما تعمل رياضه اكتر كل ما تلاقي جسمك هيستفاد وتلاقي فيه تحسن اكتر. اما انك تعمل رجيم وتقعد في البيت وما تعملش رياضه يبقى هتلاقي التحسن مش جايب معاك نتيجه. نظام غذائي رقم واحد افطر حاجات مسلوقه وكل اكلات صحيه. شوف انا بعمل رياضه اهو، بتكلم عملي رياضه، حرك جسمك واحرق السعرات الحراريه مع نظام غذائي. لو مشيت على الكلام ده هتلاقي فيه نتيجه وبس. واعملوا سير للقناه علشان اللي مش عارف المعلومه دي يعرفها.